الهدف الأول من درسنا اليوم وهو حل الترميل الأول من كتاب النشاط الصفحة الثامنة. To do exercise 1 from activity book page 8 could and manage to. يتمحور هذا السؤال إذن حول حل الترميل الأول إذن الذي هو حول الكود الفعلين المساعدين could و manage to. Now activity book page 8 exercise 1 كتاب النشاط الصفحة الثامنة exercise 1 التمرين الأول. اوكي، وهذا التمرين طبعا هو تطبيق لقاعده القاعده الماضيه وهي حول الكود والمانج تو. كومبليت ذا تكست، اكمل النص with could couldn't or manage to. اكمل النص with could باستخدام اما could استطاع، couldn't لم يستطع، or manage to او تمكن. اوكي، I'm going to read and explain the text. اوكي، ساقرا واشرح النص لكن اريد منكم المشاركه في الحل. يس. يس، one summer's evening، يعني one هذه لا تعني واحد. في بدايه القصه، بدايه القصص في اللغه الانجليزيه تبدا ب one summer، يعني بمعنى ذات مساء صيفي. summer صيف، وevening مساء، يعني ذات مساء صيفي. ما بنقول مساء صيفي واحد، ذات مساء صيفي. The men in the garden of a coffee house، الرجال في حديقة المقهى. coffee house يعني المقهى. were playing a game، كانوا يلعبون لعبة. because it was dark، إذا نتخيل مساء صيفي، يوجد مجموعة من الرجال يلعبون لعبة في حديقة المقهى. okay. Because it was dark, لأنه كان مظلما. They had candles on their tables، كان لديهم شموعا على طاولاتهم، يعني يضعون الشموع على الطاولات. So that، لكي they see، لكي هم ماذا نقول، استطاعوا أن يروا. yes. okay. Sandos. أول فراغ could. نعم، الفراغ الأول could. برافو، أحسنت. إذن could see، استطاعوا أن يروا. هنا إيش؟ مقدرة عامة، ما هيك؟ أوكي؟ isn't it general ability؟ إذن استطاعوا أن يروا، could see. yes. طيب، they noticed a man. نعم، نكمل. They noticed a man، هم رأوا رجلا looking anxiously، يبحث بقلق for something on the ground، يبحث بقلق for something، عن شيء ما، on the ground، على الأرض. What's wrong my friend، ما المشكلة يا صديقي؟ سألوه لهذا الرجل الذي، نعم، سألوا هذا الرجل الذي يبحث عن شيء. What's wrong، ما المشكلة my friend يا صديقي. Someone asked him، شخص ما سأله. Didn't you، انتبهوا هوني، إذن لدينا didn't. Okay, pay attention. Didn't you find what you had lost؟ ماذا نضع بالفراغ الثاني؟ Didn't you find، ألم تتمكن أن تجد، what you had lost، ما أنت يعني أضعته. Yes, رهف. استاذ، managed to. Excellent، أحسنت. ماذا استخدمنا هنا managed to؟ هل يصح أن نضع could؟ أستاذ لا، لأن هي حالة خاصة. أحسنتي، حالة خاصة، وسبقها ماذا؟ didn't. أحسنتي، تمام، أحسنتي يا رف. إذن سبقت ب didn't. ننتبه، إذن هنا سبقت الجملة أو سبق، نعم، الفراغ didn't، فdidn't تأتي حصرا مع المانج. أوكي، يعني ممكن أقول بعض أستاذ واضح هنا هذا الكلام، يعني didn't you manage، يعني أوكي to find. تمام، يعني فلذلك هنا يعني الحل يعني يعتمد على 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 الجملة نفسها. اوكي، فوجود didn't يعني بمعنى اخر هو المفتاح للحل، يعني didn't تأتي فقط مع المانج، هذا امر. امر اخر، نعم، كما ذكرت رحف، اذا هي حالة خاصة. didn't you manage to find what you had lost، ألا انت تتمكن ان تجد ما انت فقدته، ما انت اضعته. No said the man sorrowfully. No، لا، قال الرجل sorrowfully، يعني بحزن. sorrowfully. I lost some money earlier this evening، يعني أنا أضعت، I lost
some money. أضعت بعض المال earlier this evening. Earlier يعني في أول this evening هذا المساء. I looked all over the garden. إذن نعم أنا بحثت في كل أرجاء الحديقة. But I find it. لكنني نعم ماذا نضع بالفراغ الثالث؟ بحثت في كل أنحاء الحديقة لكنني إيش؟ استطعت أن أجد ولا لم أستطع أن أجد؟ واضح السياق يعني يخبرنا بالحل. يس أوكي يس مروة أسامة إيه أستاذ couldn't excellent couldn't find it نعم but I couldn't find it لكني لم أستطع أن أجده. إذا بحثت عن المال في كل أرجاء الحديقة لكني لم أجده. Where did you lose it؟ نعم أين أنت أضعته؟ أين فقدت هذا المال؟ In the street next door. إذن ماذا أجابهم؟ In the street في الشارع next door بجانب الباب. يعني مو بالحديقة مو بالمقهى. أوكي أضعه في الشارع يعني خارج المقهى. Next door بجانب الباب. But it لكن يمكن still be there. يمكن أن يكون هناك. نعم ماذا نضع هنا بالفراغ الرابع؟ لكن من الممكن أن يكون هناك. Yes. Yes. Excellent صبا. أحسنت يا صبا. نعم. هسه زينب محمد. Cold. Yes. Excellent. إذا could. Could be still be there. نعم لكن من الممكن يمكن أن يكون هناك. Why are you looking here and not there? لماذا أنت تبحث هنا وليس هناك؟ يعني أنت بما أن وضعت المال في الشارع فلماذا تبحث داخل المقهى؟ Because it was dark. نعم ماذا أجابهم؟ Because it was dark there. لأنه كان مظلما هناك. يعني هذا الرجل يبحث في المكان الذي يوجد ضوء. I see anything. أنا لم أستطع أن أرى أي شيء. إذا ماذا أجابهم؟ I see anything. يس آمنة أحمد تفضل. يس I couldn't. أحسنت نعم I couldn't لكنني لم أستطع. نعم I couldn't see anything. أنا لم أستطع أن أرى أي شيء. ممكن يعني البعض يلاحظ مثلا أول فراغ الفراغ الأول استخدمنا could see استطاع أن يرى. آخر فراغ لاحظوا couldn't see لم يستطع أن يرى. يعني ممكن البعض يسأل ليش استخدمنا لماذا يعني وضعنا الكود أوكي أول جملة والفراغ الخامس كودنت طبعا هنا يعود للمعنى لسياق الجملة. يعني الأول جملة تختلف أو الفراغ الأول يختلف تماما عن الفراغ الخامس. نعم حسب إذا السياق نحن نستخدم إما النفي أو الإثبات. نعم لكن هنا قدرة عامة يعني هنا نستخدم إما كود أو كودنت والمعنى أو يتطلب السياق إيش أن أستخدم النفي couldn't. I couldn't see anything. لم أستطع أن أرى أي شيء. Here it is much lighter. يعني قال لهم هذا الرجل الأحمق قال لهم أو أخبرهم Here it is much lighter. هنا أكثر إضاءة. يعني هون في ضوء. هناك المكان اللي يضع المال فيه مظلم. Okay. The foolish man replied. نعم الرجل الأحمق أجاب. Yes, now this is the end of exercise one. هنا إذا نصل إلى نهاية التمرين الأول والذي كان حول could, couldn't or managed to فننتقل للتمرين الثاني. Sorry, assessment question. سؤال التقييم سؤال أولينا على الماشي. Didn't you could or manage to find what you had lost? Yes. ماذا نختار في بالنسبة ل هذا جملة. Yes. Didn't you could or manage to find what you had lost? Yes. مايا مصطفى. إيه أستاذ نوضع manage to. برافو أحسنت. إذا نختار هنا manage to. Didn't you manage to? السبب واضح ما هي. Didn't you manage؟ لأنها سبقت بإيش؟ حالة خاصة بdidn't. نعم حالة خاصة وسبقت بdidn't. أوكي. فdidn't تأتي حصرا مع manage ولا تأتي مع الكود. Yes. Thank you. Thank you much.